سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إظهار جبهة موحدة مع رئيس الوزراء الياباني يوشيدي سوجا لمواجهة تنامي قوة الصين مع عقد الزعيم الأمريكي أول قمة مباشرة له في البيت الأبيض منذ توليه منصبه. ووفرت المحادثات فرصة لرئيس بايدن لمواصلة العمل على تعهده تنشيط التحالفات الأمريكية التي انهارت في عهد سلفه الجمهوري دونالد ترامب. وتصدرت الصين جدول الأعمال مما يؤكد الدور المركزي لليابان في الجهود الأمريكية لمواجهة بكين. وتناول الزعيمان مجموعة من القضايا الجيوسياسية من بينها قضية تايوان، حيث قال سوجا إنهما أكدا أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان في صفعة للضغط العسكري المتزايد الذي تمارسه بكين على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب الصين بالسيادة عليها. وفي صفعة أخرى للصين قال بايدن في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة واليابان ستستثمران معا في مجالات مثل شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم وسلاسل توريد أشباه الموصلات. وقال في بيان مشترك إن الولايات المتحدة خصصت 2.5 مليار دولار واليابان 2 مليار دولار لتعزيز القدرة التنافسية الرقمية بما في ذلك في شبكات الجيل الخامس وما وراءها.